أتمنى كلكم تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم عيدكم هذا اللوك باليت جديدة توها نازلة أو أنا توني أشتريها، شريتها من أمريكا من رحلتي اللي رحت فيها. إذا كنتوا تابعوني بالإنستغرام راح تعرفون أني أنا رحت أمريكا مدة أسبوعين، فوايد شريت ميك اب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله I'm planning أن أنا بعد هذا الفيديو أصور الأشياء اللي شريتها من أمريكا. بس من الأشياء اللي حيل كنت متحمسة أن أنا أجربها من أول ما شريتها اللي هو باليت تو فيس chocolate bar number 2. ألوانها وايد شوقتني على بنيات، وأغلب الألوان اللي موجودة مات مو شمري أو ما فيها وايد لمعة، فحيل حيل حيل كنت متحمسة أن أنا أجرب هذا الباليت. فأول ما رجعت قلت لازم أصور توتوريال فيه. مو نوعي وايد أحب أحط كذي ألوان على عيني، خصوصا اللون الأزرق فوق العين as an eyeshadow وايد يأزمني شلون أستخدمه على عيني. بس حبيت أن أنا أسوي هذا اللوك حق الصيف، وأيضا الحمرة وايد حبيتها. عموما إن شاء الله تحبون اللوك نفس ما أنا حبيته. حسيت شوية دراماتيك، مو حق استخدام يومي أو حق طلعة يومية. بالنسبة لي أنا وايد أعتمد نفس ما أنتوا عارفين على الآيلاينر. هالمرة ما حطيت آيلاينر لأن حسيت إنه في وايد أشياء صايرة بالعين، خصوصاً الرموش أيضاً حيل. إذا شفتوا منتجات جديدة بالفيديو راح أكون راح أتكلم عنها أكثر بفيديوهات جاية بديتيلز أكثر، خصوصاً إنها أشياء جديدة بالنسبة لي. نفس مثلاً البروشز هذولا شريتهم يدت، قلت أجربهم وايد حبيتهم وندمت إني أنا ما خذيت الكوليكشن كامل. راح أدورهم أونلاين اللي هم من ألتا. إن شاء الله كل شيء راح يطلع بالفيديو راح أكتب اسمه على الشاشة فوق. عليكم أكثر أخليكم مع اللوك إن شاء الله يعجبكم. بلندنج براش راح ناخذ هذا اللون من باليت تشوكليت بار من تو فيس. راح نحط هذا اللون على كسرة الجفن، بعدين راح ناخذ هذا اللون من نفس الباليت حطه بس على كسرة العين الخارجية مع الجفن من هالصوب، يعني هذا المثلث من العين. وراح شوية ندش على كسرة العين لهني بس بشكل خفيف. بعدين بالبلندنج برش راح نسوي له بلندنج كله مع بعض. بعدين راح ناخذ هذا اللون من نفس الباليت، كل الالوان راح تطلع اساميهم على الشاشه، وراح نرد نحط على بس هذه الزاويه. هالمره ما راح نسحبه لداخل. ونسوي له بلندنج. بعدين راح ناخذ هذا اللون الازرق من نفس الباليت ونوزعه على الجفن من الناحيه الاماميه. راح نوزعه على كل الجفن، بس الثلث الاخير اللي احنا حطينا فيه اي شادو راح شويه ما راح نيجي صوبه. وبعدين راح نسوي بلندنج على اخر أو على حدود الآي شادوز عشان بس ندمجهم كلهم مع بعض. راح نحط الألوان اللي حطيناهم هني بالترتيب على الجفن التحتي من العين. أول شيء اللي مايل على الأورنج،
البن المحروق راح نحاول ان احنا نمد الاي شادو لفوق شويه. وبعدين نسوي له بلندنج مع الاي شادو اللي فوق. راح ناخذ هذا اللون راح نحطه تحت الحاجب كإضاءة، إضاءة مات. وبعدين راح نحطه عند هني من مع العين بس عشان يعطي إضاءة خفيفة. وإذا حابين إنكم تحطونه هني أيضا ممكن. من مودة آي شاين راح ناخذ لون رقم 323 آي شادو في لمعة قوية، راح نحطه على هذا الجزء وشوية تحت الحاجب، ما نبي وايد لمعة. الحين راح نحط مسكرة، راح استخدم مسكرة بنفيت الجديدة. راح نستخدم رموش ايكونيك من هاوس اوف لاشز. على ما تنشف الرموش راح ناخذ هذا الكحل من قزاز لونه ازرق رقم 21، راح نحطه داخل العين. انا حابه شوي افتح داخل العين عشان يكبر عيني شويه، فراح اخذ هذا اللون ابيض من كحل ابيض من ستيلا، راح احط فوق الكحل اللي حطيته من قزاز شوية، بعدين ارجع احط. ممكن ان انا الاقي اللون اللي ابيه بماركة ثانية، بس وايد احب ثبات قزاز ووايد احب البياض وهم ثبات ستيلا. ستيلا تقدرون تلاقونه، هذا ما ادري وين تلاقونه، يمكن بالسعودية وفي بالبحرين كنا شي، ما ادري بالكويت وين ممكنكم تلاقونه. ستيلا ممكن انكم تطلبونه من موقع سيفورا اونلاين او تقدرون تلاقونه من التاجرات. راح شوية ازيد هذه الناحية من اي شادو اي مودا. وشوية ودي ان انا ازيد، شفتوا هني مد مع العين، بس ودي احط شوية خط عشان تسحب العين لان انا محطة ايلاينر، فشوية عيني تصير وايد مدورة، فاحب اني انا اسوي لها رسمة. فبس مد هني صغيرة تسوي حق عيونك رسمة. اخر شيء راح اخذ مسكرة ميبيلين الرموش التحتية، ممكن انكم تستخدمون هذه من بنفيت الجديدة، ممكن تستخدمون من ماك هذه اللي لونها ازرق، هي من برا بس لونها ازرق، من داخل عادية. وايد زينة حق الرموش التحتية. بس اعطيكم اوبشن، خلص لوك العين. شنو استخدمت حق الحمرة؟ حطيت لون وايد فاتح لان حسيت ان العين وايد فيها الوان وايد دراماتيك خصوصا مع الرموش. استخدمت هذولا الثنتين. اول شيء حطيت من انستازيا بيفرلي هيلز منزله هذول الليكويد
ليكويد ليبستيكس والجلوسز المات اللي هبينا فيهم او انا هبيت فيهم من سيفورا. هذول نفس الشيء بس الوانهم وايد اكبر واحلى. فاول شيء راح احط هذا اللون راح يطلع اسمه على الشاشه. انه هو وايد فاتح او ابيض، بس حطوا عليه اي لون انتم تحبونه. تبون تكسرونه على مشمشي، تبون تكسرونه على وردي، على راحتكم. بس انا راح احط فوقه من ديبورا رقم 17 بس عشان اكسر حده اللون، مع انه وايد حلو عاجبني. بس يعني تقدرون. حق البلاشر راح استخدم اورجازم من نارس. اليوم اول مره او يمكن ثاني مره راح استخدم هذه الاضاءه من Hourglass، خذيتها من سيفورا. ايضا تقدرون تطلبونها من سيفورا اونلاين، راح اتكلم عنها بالتفصيل بعدين، بس ابي وقت شويه عشان اجربها اكثر، لان قلت لكم هذه ثاني مره استخدمها. بس الحلو فيها امس استخدمتها حق لوك صباحي خفيف، ما عطتني اللمعه اللي حيل 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 قويه اللي تخرع حق الصبح، لا اعطتني لمعه جدا جدا طبيعيه وحلوه. هي مشهوره بهالشيء انها تعطي لمعه وايد طبيعيه وحلوه، ف راح اعطيكم رايي فيها بعدين. خلص فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسون اذا عجبكم الفيديو تسوون لايك، اذا عندكم اي اقتراح كومنت او استفسار تكتبونه بالبلوج او الانستغرام. لا تنسون تسوون سبسكرايب عشان يوصلكم ايميل بكل شيء جديد ينزل القناه. اشوفكم ان شاء الله بفيديوهات جايه. باي باي.